عندنا مكالمة هاتفية ما نحبوش خليها تستنى برشا. معنا على الهاتف سي أنور الشتوي من الصين، ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية. وهوني باش نقولوا مبروك لتونس وسي أنور التحصل مكتب تونس على أحسن المكاتب لسنة 2023. ألو، مرحبا بك سي أنور. صباح النور. صباح النور، صباح النور، صباح الورد يسر ليك ولضيفك ولكافة مشاهدي التلفزة الوطنية. يعيشك، مرحبا بك، نقول لك مبروك. مبروك الديوان الوطني التونسي للسياحة بطبيعة، وهذا يتسمى يعني حدث هام. كان ممكن نحكيه شوية على التفاصيل كيفاش تحصلتوا على المرتبة هذه، يعني بالأحسن المكتب سنة 2023، وشنو كانت الكريتير، معناها شنو كانت المقاييس؟ يعيشك يسر، بارك الله فيك. هو الحق مبروك لنا الكل، يعني اكيد لتونس بيان سور. يعيشك، هو الحق معناتها مجهود يعني مشترك معناتها كمكتب الديوان الوطني التونسي للسياحه بجمهوريه الصين الشعبيه، وزاره السياحه والصناعه التقليديه للديوان الوطني التونسي للسياحه، كيف سفارتنا يعني هوني في بجمهوريه الصين الشعبيه. الحق كلنا متعاونين ولتطبيق يعني السياسه الاتصاليه اللي يعني تم رسمها يعني من وزاره السياحه والديوان الوطني التونسي للسياحه. نرجع لك يعني للحدث هذا، هو يعني الحدث هذا هو في اطار يعني الاحتفاليه السنويه للمنصه، هي منصه اعلاميه وسياحيه يعني النجري تايم، هي تعنى يعني ب يعني بالسياحة في رجال الأعمال يعني كل ما هو بخود ليكس يعني سياحة يعني رجال الأعمال كما حكيت لك لقدام. دونك تم اختيار يعني خمسة أفضل مكاتب في الصين، والحمد لله كانت يعني تونس موجودة منهم، اللي هما يعني مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين، كيف مع ألمانيا والسيشيل والمالديف ومقاطعة شخنسي الصينية. دونك هذا كان يعني يعني الحفل هذا ضم يعني حضور العديد من المؤثرين في عالم السياحه اللي هم صناع يعني السياحه، اصحاب النزل، الماركات العالميه يعني المعروفه في النزل، وكالات الاسفار الكبرى في الصين يعني متعهدي الرحلات خاصه الصينيين والاسيويين العالميين. كيف يعني الناس المؤثره كليكي اوبينيون ليدر يعني ليزانفلونسور اعلاميين كيف الصحفيين. وتم يعني قبل الحدث هذا يعني تم التصويت على يعني على معناتها من احسن الاختيار احسن المكاتب، كيف احسن النزل زاد الفخمه اللي موجوده يعني هوني في الصين كيف. دونك واللي قوموا بالتصويت هم يعني حكينا يعني من يعني اللي يعني العاملين في القطاع السياحي والمؤثرين في القطاع السياحي. دونك والحمد لله يعني بناء يعني على نقولوا نحن على العمليات الترويجيه اللي تقوم بها المكاتب هذه هون في الصين، حضورها دائما يعني اعلاميا كال يعني ليزيفينمون اللي تقوم بها، نوعيه يعني ليزانفورماسيون اللي تعطيها، نوعيه الكونتنت يعني اللي تعطيه كسوا على مواقع التواصل الاجتماعي، كسوا على المنصات الاعلاميه، مشاركتها في المعارض في واضح يعني. واحنا تو انت على حديثك قاعدين نشوفوا في صور لمؤثر صيني قاعد يحكي على السياحه التونسيه، وهوني كذلك هذا هو الـ يعني المساج اللي انتم حبيتوا توصلوه، يعني دوركم هوني في التعريف بالسياحه التونسيه وتوصلوه ايضا في الصين حتى يتم الحديث اكثر على تونس، التعريف بالسياحه التونسيه، يعني هوني المهمه كبيره يظهر لي سي انور. اكيد يسر، هو كما تعرف السوق الصينيه هي اكبر سوق في العالم يعني في 2019 يعني قرابه 150 نحكيو على قرابه 150 مليون سائح يخرج من الصين. دونك وسوق مهمه برشا، السائح الصيني عنده يعني مقدره شرائيه كبيره، باش نحكي مثلا على السياح الصينيين اللي يجوا لبلادنا معناتها مقدره شرائيه نتاعهم يعني تكاد تتجاوز خمس مرات معناتها المقدره الشرائيه للسائح معناتها العادي. دونك احنا نحاولوا معناتها عملنا معناتها ومهمتنا الرئيسيه اللي هي استقطاب يعني اكبر عدد مهم معناتها من السياح الصينيين، والتعريف بتونس يعني السوق الصينيه، وهي كما قلنا
سياسه اتصاليه معناتها وكيف كيف زاد سياسه وزاره السياحه يعني الانفتاح على الاسواق الجديده يعني وتنويع زاد كيف كيف يعني الاسواق وجد اهتمامها معناتها الوجهه السياحيه التونسيه. يعني هوني سي انور قلت لي اسمها اراضي ايكونومي ابل قاسم شعبي اراضي فتح لدي الحياه. اي من عرش كان تتبع معنا سي انور قاعدين نشوفوا توا في شعر تونسي هوني ابو القاسم الشابي وزارة الشباب الوطيئة وسامي ويفكينني سحر تلك الشفاه ترثري من حولهن الكبار ساعة تطفيني جمال السماء طريق تودي ربيع الخطر. سي انور معايا ولا معايا على الخط توا قاعدين نشوفوا في السنين اللي يقراوا في شعر ابو القاسم الشابي كيفاش كانت الحكايه هذه عندك فكره عليها يظهر لي هي في اطار يعني العمليه الترويجيه اللي نقوموا بها معناتها في يعني في جمهورية الصين الشعبية هذه جات في إطار عملية ترويجية قمنا بها يعني أن إيفنت كبير استدعينا فيه صحفيين إعلاميين مؤثرين متعاهدي رحلات يعني أشخاص يعني نقولوا نحن شخصيات نافذة معناتها في عالم السفر معناتها في الصين ومن ضمن الفقرات اللي قدمناها اللي هي نسقنا مع جامعة اللغات ببكين مشكورين الحق معناتها تعاونوا معنا اللي كان المقترح باش نزيدوا نبينوا كي تعرف مثلا كيف نركزوا نحن على الترويج للسياحة التونسية نقولوا زاد في نحاولوا ديما زاد ثقافتنا موجودة الصيني أكثر حاجة يهتم بها هي الثقافة دونك نسقنا مع جامعة بكين للغات واقترحنا عليهم دونك القاء معناتها شعر لشعر الخضراء يعني ابو القاسم الشابي واخترنا معناتها القصيده وكل شيء واعطيناهم الحق معناتها عملوا عليها بروفا معناتها كولاب يعني مش سهله الحكايه يظهر لي القاه بيان سير بيان سير الحمد لله معناتها وما قصروش ولاقت معناتها تنقلتها برشا وسائل الاعلام لان في الصين ولاقت معناتها استحسان كبير معناتها وخاصه تكون ديما كان جسر معناتها بين الصين وبين تونس جسر ثقافي في الشعر في اللغه الى غير ذلك. مهم جدا اكيد. اي هوني سي انور انا نحب تو انت جبت موضوع مهم جدا يعني احنا تو ما عادش نحكيو على السياحه الكلاسيكيه احنا هوني نحكيو على السياحه بديله نحكيو على السياحه الثقافيه نحكيو على طرق جديده حتى توصل صورتنا وتوصل معلومات على بلادنا بطريقه ذكيه تتماشى مع العصر وتتماشى مع الجيل الحالي زاده وسائل التواصل الاجتماعي ولات مختلفه ومتنوعه يعني الان المجال توسع والمهمه صعبت اكثر وطريقه ايصال المعلومه كذلك لازمها تكون متماشيه مع الحدث اكيد جدا يسر هو توا معناتها على جميع مستوى على مستوى جميع الاسواق كثره المنافسه يعني وبلغتنا العاميه لازم تفك بلاستيك يعني نفكوا يعني بلادنا الحمد لله عندنا 3000 سنه اكثر من 3000 سنه حضاره عندنا يعني جميع لي زاتو اللي نجم نكونوا معناتها نجذبوا بهم خاصه نحكي على السوق الصينيه او السوق الاسيويه دونك نستعمل نقولوا نحن زاد نقولوا نحن لي نوفيل توندونس للترويج للجهه نتاع للوجهه نتاعنا مثلا نعطيك مثال يعني عن ثلاثة الأيام الفارطة هو تو حاليا رأس السنة الصينية الاحتفالات يعني وتم إقبال كبير يعني على المواقع ما نقولوا نحن على لي ريزو سوسيو هوني في الصين خاصة في الفترة هذه يعني ما يسمى نسقنا يعني مع اون انفلونسوز اللي هي صينية عندها أكثر من 2.5 مليون معناتها من المتابعين ويعني وقامت يعني بان لايف ستريمينج يعني بث مباشر تحكي على تونس تعطي شنو نصائح السفر شنو وزارت في تونس ويعني الحق كانت يعني بطريقه معناتها جديده اللي هي نخرجوا زاد كيف كيف من الكلاسيك فهمتني دونك والمؤثر هذاك عنده يعني جمهوره اللي يتبع فيه وكيف كيف بعد الناس يعني نقولوا نحن بعد الناس تسال هي تجاوب كيف كيف وخاطر فما ناس بدات يعني تبرمج في الزياره نتاعها الى تونس الى غير ذلك. دونك كيف كيف قمنا معناتها زاد في معناتها في اطار عملياتنا نقوموا زاد بتنظيم يعني دي ميدياتري في تونس اللي هي ديرنييرمون قمنا بتنظيم يعني رحله يعني ترويجيه الى تونس ضمت يعني سته من اكبر المؤمنين يعني المؤثرين في يعني في بكين
واللي قاموا بزيارة تونس يعني الكل وعجبتهم برشا، وبعد يكتبوا المحتوى على يعني على يعني على حساباتهم في يعني في اللي ريزو سوسيو شينواز، والناس تسأل اللي معناتها تسأل برشا دونك. وهكا كان هذه يعني انماط جديده يعني اكيد زاد بالمحافظه على الموجود اللي هو ديما نكونوا موجودين في المعارض يعني اللي موجوده هون في الصين، والحق اللي شاركوا فيها زاد يعني اللي يخدموا على السوق الصينيه من وكالات الاسفار التونسيه ومن نزول كيف اللي يجوا من تونس بالذمه. كيف ان شاء الله قريبا باش ننظموا رحله كبيره لوكالة الاسفار سنين باش نمشيو لتونس بما يسمى بانفام تريب يعني زياره دراسيه للمنتوج يعني السياحي التونسي حتى هكا يقوموا معناتها باعداد ان بلان جديد يعني للرحلات والباكجين جديد والى غير ذلك. دونك باقيين معناتها الحق نحاولوا ديما نكونوا متواجدين على كل سوا في الاوفلاين وفي الاونلاين كما حكيت معناتها على المواقع التواصل الاجتماعي الى غير ذلك. واضح. شكرا لك سي انور الشتوي ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحه بجمهوريه الصين الشعبية. يعطيك الصحة سي أنور، شكرا لك على كل معلومات. ومرة أخرى ألف مبروك تحصل مكتب تونس بأحسن المكاتب لسنة 2023. شكرا لك.